المحللات اللي حللناها طلعت لنا حل كويس وحل وحش قايم بس فانا محتاج اعمل اشتغل اخطاء في السي في اعمل حاجه اسمها فاليديشن وفيريفيكيشن تاكد من صحه الحل اتوقع تاكد من صحه الحل وانا بحل عندي ارقام عشريه مش هقدر اخد الرقم لاخره فلازم حاجة اعمل ترانكيشن عندي رقم هاخد لو انا اشتغلت مثلا في فلو سنجل بريسيجن فانا باخد 8 ارقام عشريه لو اشتغلت دبل بريسيجن باخد 16 رقم عشري كسر ممكن يبقى فيه اكتر من كده او ممكن يبقى فيه اكتر من كده وبعمل لهم دروب فانا عندي راوند اوف ايرور فده اول واحد لما باجي اعمل اتريشن انا راوند اوف ايرور ده موجود وعندي اوريدي ترانكيشن ايرور اللي انا شايله من الايكويشنز ابتدي اعمل اتريشنز فمع الاتريشنز هيحصل تراكم للحاجات دي فيبقى عندي كريتيف كونفرجنس ايرور والديسكريتيزيشن ايرور اللي هو انا شايله وانا بعمل الديسكريتيزيشن الجزء اللي هو الحاجات الترانكيتد اللي انا عملتها ده نيوميريكال ايرور ده غصب عني حقيقه موجود لاني بشتغل نيوميريكال حاجه ثانيه ان سيادتك وانت بتعمل الكود تعمل غلطه فدي هيومن ايرور فالكودينج ايرور لو انت كودينج ايرورز فيها نوعين فيها نوع سهل المعرفه ان البرنامج مش هيشتغل سنتكس ايرور البرنامج هيدايفرج مش هيطلع نتائج هيبقى في خطا واضح جسيم في السيستم وخلاص ريد فلاج هتقف بسلم عليك المشكله فين بقى ان الخطا اللي تعمله يبقى خطا متداري خطأ في ترتيب الإيكويشنز خطأ في إند متحركة من مكان لمكان بتعمل الحاجة خطأ في حاجة بسيطة بس ما تعيقش إن البرنامج يإتريت هو بيحل بس اللي حصل إيه بقى هيومن إيرور هنا تسبب في إنك بتحل معادلة مش اللي أنت عايز تحلها طبعا غلط لأن أنا بحل معادلة بتاعت حاجة تانية وتقعد بقى تدور عليها فده كودينج ايرور اليوزر ايرور غالبا هيبقى يوزر ايرور ده لما تيجي تستعمل برنامج زي فلوي انت بالنسبة له يوزر مش كودر مش راجل بيقلب في الكود انت راجل مستخدم فبدل ما تعمل الحاجة مثلا سيت اب معين وتاخد في حسابك مثلا تغيرات الدنسيتي اغفلتها وابتديت تحل كان المفروض تحطها او نقيت بوكس مش المفروض تنقيه او عملت العكس فده يوزر مشكله في طريقه استخدام الايرورز هيحصل فيها اوبتمايزيشن طب الاولانيين دول احنا مش هنعمل مش هنعرف نعمل فيهم حاجه الامريكان ايرور دول موجودين معانا غصب عنك اليوزر ايرور والايرور الكودينج ايرور المفروض ان انت تقدر تتحكم فيه
امريكان ايرو احنا بنحاول نقلل القيمه بتاعتكم قدر الامكان. فانت لما عندك البوزيشن ايرو والكاونت اوف ايرو هتلاقي انت لو مثلا لما تغير الستيب سايز او المش سايز بتاعتك هتلاقي ان هي بتحسن الريزوليوشن بتاعت الحل فتقدر تحل بشكل احسن قلل قيمه الايرو. دايما زياده السايز حاجه حلوه التقليل اصلا التقليل كل ما تزود المش كل ما تقدر تشوف تفاصيل اكتر. دايما حاجه حلوه بس هتزود في العمليات. دايما حاجه حلوه بس هتزود في العمليات الحسابيه. عيبها انها بتزود كوست بتاع الرننج بتاعك. الفكره في ايه؟ انا اوقفها انت. انت بتحل مثلا فلو اسمه ايه كويت فلو او فلو توين تو باراليل بليتس في لامينر فلو ده دي حل واضح كلوزد فورم بيتحل بحله بسي اف دي. ممكن اجي احل بسي اف دي والاقي ان انا محتاج احل مثلا في جريد 10 في 100 وطلع حل حلو وممكن احلها بجريد 1000 في 100000 طلع برضه حل حلو بس فرق الدقه بين الاثنين مش كبير قوي. خليني في 10 في 100 ملوش معنى ان انا ازود الدقه حاجه زي كده. في بعض الاحيان لا والله ال 1000 في 100000 مش مكفيه اصلا انا محتاج ان انا ب 10000 في مليون وممكن يبقى مش مكفيه. انت كل ما هتزود تصغر الستيب سواء تايم ستيب او دلتا اكس كل ما الريزوليوشن بتاعتك هتتحسن وتعرف تشوف الحاجه بشكل احسن تحل انستدي فلو. بس مساله كوندكشن بتاعت بلوك مساله بلوك خرسانه قطره عضله عرضه متر وبتشوف هيسخن بعد قد ايه. ده انت لو حاطط سنسور مش هتلاقي تغير في درجه الحراره في الحقيقه غير كل ساعه مثلا هتلاقي زادت لها درجه بعد في الساعه حاجه كده. هي مش مستاهله ان انا احط تايم ستيب واحد على 1000 من الثانيه اقعد جنبه كام سنه بقى عشان يحل لي نص ساعه يعني ما. فلازم الدلتا تي بتاعتي تبقى احسن. لما احط الدلتا تي صغيره السوليوشن هيبقى ضبط كتير بس انا مش مستفيد حاجه. هي فيها كومبرومايز. لو انا بحل كيميكال رياكشن ما ينفعش اعمل التايم ستيب بتاعتي اطول من المده بتاعت الكيميكال رياكشن مش هشوف. عندي حاجه بتسخن في 3 ثواني لو انا خدت الدلتا تي بتاعتي الدلتا تايم بتاعتي 5 ثواني ما شفتش البروس. حاجه بتحصل في 3 ثواني ده انا محتاج اشوفها مينيمم مرتين في السنه مثلا وممكن تبقى مرتين في ال 1000 من السنه عشان تشوف البروس دي في ايه. حسب نوع البروس بتحل انفجار. انفجار حاجه في وقت الانفجار قد ايه؟ مفيش لحظه. يبقى انت لازم تيجي تحل الانفجار تحله على التايم سكيل بتاعه. فهنا الاوبتمايزيشن التوتال ايرور بتاعتك هتلاقيها ما بين الراوند اوف الاوبتمايزيشن وبتعمل انت الاوبتمايزيشن ده تشوف انت هتنقي التايم سكيل بتاعتك قد ايه بحيث ان انت تقدر تحل. هي الانسرتينتي. خدنا انسرتينتي في الميجرمنتس. انسرتينتي في السي اف دي فيها ايه؟ فيها مشكله في السي اف دي ظريفه جدا. ان انا مش دايما اعرف اوصف الباوندري كونديشنز زي الحقيقه. غالبا الايكويشنز بتاعت الفلو هتتوصف صح. انما الباوندري كونديشنز هيبقى فيها
جزء من التخمين. فيهاش دقة قوي. يعني ايه؟ اوضه زي اللي احنا فيها دي لو انا هحل تيرمينال فلو تيربلنس فلو مثلا في باوندري كونديشنز هتلاقي ان انت محتاج تحط حاجه اسمها تيربلنس انتنسيتي. شفتوها معايا؟ انتوا ما درستوش تيربلنس انتنسيتي في الفلو. لما تيجي تمشي وراها بدقه هتلاقي ان مفيش طريقه لقياس التيربلنس انتنسيتي عند الحيط. ان انا عندي الباب ده مدخل هواء تيربلنس انتنسيتي بتاعته قد ايه؟ يقول لك برسنتج 5% ما بين 5 و10%. يعني ايه كام؟ ما مش هتعرف تقيسها فهتضطر تحط قيمه. فانت دخلت في رينج الانسرتينتي اللي هو انا حاطط حاجه وانا مش عارف تاثيرها عامل ازاي. احكم على تاثيرها منين؟ احكم على تاثيرها من الريزلت النهائيه. مش هقدر احكم عليها من اختياري ليها. فالانبوت انسرتينتي منها برضو الحاجات اللي فيها الجيومتري. ممكن انت تبقاش عارف الجيومتري قوي فتضطر تيجي تقول والله انا مش هاخد الكيرفتشر بالشكل الصحيح هعمل تقريب. لو انا مثلا بتكلم على في الجزء اللي انا كنت بشرحه في الاول كنا بنتكلم على الفاينايت ديفرنسينج وقلنا ان هو في مشكله في الاسطح اللي هي شكلها مش عادل. طب لو انا شغال في فاينايت ديفرنسينج انا تسببت في انسرتينتي بسبب الحكايه دي. لو السطح مش مظبوط السطح مش ستريت هضطر اعمل الحكايه دي و مظبوط يعني هتبقى عامله لي مشكله. ان انفورميشن ابروكسيمت ريبريزنتيشن اوف جيومتري باوندري كونديشن والماتيريال. حاجه ثانيه مهمه الماتيريال بروبرتيز سد في حاجات كتير بس من مثلا من امثله الماتيريال بروبرتيز لو انا بتكلم على بوينتس عندي اكتر من طريقه للتعامل مع البوينتس. اول واحده فيهم ان انا اشتغل بالبي في ايكوال ام ار تي. الراجل ده هيجي يقول لي لو مسكت الثالث ثيرمو هلاقي اكتر من معادله غير بي في ايكوال ام ار تي للايديال جاز او للجاسس. يعني مش لازم يبقى ايديال جاز. واحد تاني هيقول لي لا انا هستعمل حاجه اسمها بوزينسكا ابروكسيميشن. بوزينسكا ابروكسيميشن ده هتلاقوه موجود في الثيرم في الهيت ترانسفير في عندكم اكسبانشن كوفيشنت. كده هو ترانسفير في حاجه اسمها اكسبانشن كوفيشنت 1 على تي صح؟ والبيتا بيخش في المعادله ويعني وعيش معايا شويه. حلو؟ حاجه تقريبيه حاجه مقاسه اكسبيرمنتالي مقاسه. يعني مفيش هو كوفيشنت. طالما بقى اسمه كوفيشنت معناه ان هو ملوش ايكويشن ملوش معادله حقيقيه. هو ثيرمال كوندكتيفيتي ما كوفيشنت. هل الثيرمال كوندكتيفيتي رقم ثابت؟ لا. طب انا هاخدها رقم ثابت طب انا عملت ايه؟ عملت تقريب. هل التقريب ده مقبول؟ دي كلها في الانسر ثيرمز بتاعتك. هتلاقيها داخله معاك فيزيكال فيزيكال انسر ثيرمز داخل في الماتيريال بروب. انت عندك بعض الحاجات ساعات بتيجي تعمل سيمبليفيكيشن مضطر تعمل سيمبليفيكيشن لان الايكويشنز مثلا في التربلنس احنا عندنا تربلنس موديلينج. احنا متفقين من الاول انه موديلينج هو ما احنا ما عندناش تربلنس. مش عارفين نعمل ايه.
بموديل. فالموديل ده اكيد فيه بعض الفيزيكا انسرتين. الناس اللي بتعمل المودلز عامله مجهود قوي جدا بحيث ان المودلز دي قريبه جدا للحقيقه بس هو في الاخر موديل. اما اقيس مش هعرف اطلع نفس النتيجه 100%. دايما ابقى عامل حسابي ان في حاجات تروج موجوده في فيزيكال موديلنج. غير في حاجات برضه مهمه اللي هي فيها مشاكل بني ادمين شويه. الحاجه الاولانيه منها اللي هي انا اصلا بعمل الموديل وانا مش فاهم انا بعمل ايه. احد حاجات كبيره بتحصل تشوفها كتير قوي في السي اف دي. الراجل اللي قدامك عامل نتائج شكلها جميل بس لا تخط الموقع بس من الاخر كده انسس. لو انت مديله باوندري كونديشنز كونديشنز تتحل نيوميريكالي هطلع لك حل. بس ممكن يبقى انت فاكره بيطلع حل بتاع حاجه وهو بيطلع حل بتاع حاجه ثانيه. يعني انت عارف مثلا البيهيفير بتاع الميه شكله ايه تشوفه بعين تلاقيه جاي يقول لك انا هرب كوبايه الميه وتلاقي الحل عمال تعمل كده. انت عارف انت لو رجيت كوبايه الميه هيحصل شكل الطرطشه منها هيبقى عامل ازاي. واحد حللها الطرطشه شكلها مش منطقي خالص. ليه؟ لان هو مش فاهم الايكويشنز او حط حاجه غلط وابتدى يعمل بارامترز امبلويد ان ذا مودلز ار نون تو بروسيس سم ديجري سيرتن ديجري. ده متفقين عليه لان انا عندي مودلز كمان انها مودلز الاول. حاجه ثانيه ان في كوفيشنز كتيره في المودل. يعني لو بصيت على مثلا كي ابسلون مودل اسمه كي ابسلون مودل بالتربيت هتلاقي ان جوه الكي وجوه الابسلون سي 1 وسي 2 وسي 3 ميو مش عارف ايه شويه حاجات كتيره كده دي كونستنت. الفاليوز بتاعتها جت منين؟ جت من الناس عملت اكسبيرمنت طلعت نتائج والناس عملت موديلنج وابتدت اتفقوا على الموديل في الاصل بس الكونستنت دي جت من التجربه انه ابتدى يغير في الكونستنت دي بحيث انه يماتش النتائج بتاعت الاكسبيرمنت. لان الارقام دي لو انت غيرت فيها وانت مش عارف اللي انت بتغيره ممكن تلاقي نفسك ضغط نفسك من زودت الاثر دي. عملت سيمبليفيكيشن زياده عن اللزوم بدل ما تحل تيرمينال مفتوح حليته لامينال. لو بدل ما تحل لامينال عملته انفيسيف فلو لغيت الفلو هو اصلا الميو بتاعته عاليه قوي يعني فيسكوستي تاثيرها كبير قوي رينولد نمبر صغير قوي وانا اعتبرت ان الفلو عادي رينولد نمبر واحد مثلا بس هو كريب فلو ما هوش لامينر فلو. ده اصعب من لامينر فلو يعني مش اصعب حالته اصعب يعني ما فيهوش اللي هو مثلا انك تجيب قطران مثلا ولا حاجه كده وتنقطها عسل مش عسل حاجه اسخن من العسل شحم العربيات يعني حاجه كده شحن العربيات بتتحرك ولا ما بتتحركش بتتحرك ده فلويد بس هو شكله سوليد ماسك علبة سمنة وبتاع شكلها السمنة ايه سوليد ولا فلويد يعني فهي بنفس الفكرة يعني انت السمنة لو رميت فيها حاجة هتغطس بس هي سوليد فلو انت حليتها ان هي ليكويد عادي انت عملت سيمبليفيكيشن مبالغ في الدور. الحاجة الثانية طبعا ان انت عندك مشكلة ان الاكسبرمنتيشن مش افيلابل خالص وانت بتجرب فانت بتحط اسامبشنز من دماغك مش عارف تتحكم مش عارف ترجعها اصلا
عشان كده انت بتنزل على الفاليديشن فاليفيكيشن تعرفهم ببساطه. واحد فيهم بيقول لك ان انت بتحل صوب الايكويشنز رايت والثاني صوب الرايت ايكويشنز. واحد فيهم انا عندي سيت ايكويشنز، سيت الايكويشنز دي البروسيدور اللي انا بستعمله في حلهم طريقه صحيحه، يبقى انا verified عندي equations واحد زائد اثنين واحد واثنين وثلاثة واربعة، ما تحلهم بالطريقة الفلانية طبع الإجابة خمسة. لما انت كده السيكونس بتاعك صح. التاني ان واحد واثنين وثلاثة واربعة دول اصلا صح، هما الايكويشنز المفروض احلها. انا عندي الحاجتين لازم افكر في دي وافكر في دي. Solving the right equations اللي هو validation اعمله ازاي؟ اعمل شوية حاجات كده عشان اعملها كده. حاجة منهم ان انا عايز احل flow في مدرج اربع اضعاف المدرج اللي احنا قاعدين فيه. المدرج ده مش موجود لسه ما اتبناش صح؟ الاول احل الفلو في المدرج ده واجي اقيس في المدرج ده. انا عندي داتا اكسبيرمنتال للمدرج ده وعملت الموديل عليه، يبقى انا كده اتاكدت ان الايكويشنز بتاعتي بحلها بطريقه صحيحه وبتطلع حلول صحيحه مقارنه بالاكسبيرمنت اللي انا عملتها في المدرج اللي احنا قاعدين فيه ده. اقدر في الحاله دي اقول ان البروسيدور بتاعي ده سليم، اقدر استخدمه في المدرج اللي لسه ما اتبناش. فده البروسيس اللي انت بتمشي. الحاجه الثانيه هي وانت بتحل، هل هتحل مثلا بجريد شكلها عامل ازاي؟ نقول مثلا مليون نقطه ولا 2 مليون نقطة ولا 5 مليون نقطة ولا 10 مليون نقطة. المدرج وانا عايز انقلها للمدرج الجديد، فانا هعمل المدرج ده بمليون واثنين وخمسة وعشرة، اقارنهم ببعض واشوف الفرق الايرو او فرق النتيجة ما بين دي ودي ودي. هلاقي مثلا فرق مثلا كان 10% بين 10 و2 من الواحد والاثنين، يبقى 5% واحد في المية. يبقى انا هقول ان 5 مليون و 10 مليون فرق بينهم 1%، ف 5 مليون از جود كي. 5 مليون دي ايه؟ دلتا اكس ودلتا واي ودلتا زد بحجم معين للسلم. يبقى انا اقدر انقل الكيس الثانيه انقل بنفس حجم السلم. طبعا لما اعمله بقى على الاربع اضعاف الحجم هلاقي ان انا مش محتاج 5 مليون، انا محتاج 25 مليون مثلا. بس انا اتاكدت ان الايكويشنز بتاعتي سليمه، اتاكدت ان البروسيدور اللي بستعمله سليم، وعملت تشيك للاندبندنس للسولوشن بتاعي ان انا مش معتمد على جريد معين. انا عملت القصه دي اتاكدت ان الحل بتاعي ممكن يبقى شاطر. حاجه ثانيه الكونفرجنس. هي نفس الحكاية، انت هتعمله من زيرو الواحد بس ملوش سكيل. هو يعني المدرب ده مثلا طوله كم متر؟ 25 متر، يمكن 30 متر، عرضه 15 ارتفاعه 10، يبقى انا كم في كم في كم؟ 30 في 15 في 10. اعمل نورماليزيشن بمين؟ اصغر او اكبر مش هتفرق، خدت الاصغر 10
يبقى انا الارتفاع 10 على 10 بواحد، العرض 1.5، الطول 3. بس كده عملت النورماليزيشن اللي انت بتتكلم عليه. الميزه في كده ايه؟ ان انا ما بقتش حل للمدرب ده بس. الكلام اللي انت بتقوله صح، بس انا يعني انا هعمل شويه تعديلات ثانيه يعني دلوقتي. المدرب اللي انا هعمله سكيلنج ده مش هضربه في 3 بس يعني. بس انت الفكره صح، ممكن اعمل كده، ممكن اعمل نورماليزيشن واحل على نورماليزد سولوشن. الكلام اللي هو بيتكلمه صح. في الغالب احنا ما بنعملش كده قوي. نضطر نعمل ايه مثلا؟ مثال تاني، مثلا انت بتعمل ويند تيرباين بديزاين بروفايل معين. طب في ويند تيرباين موجوده ونقدر نقيس على البروفايل بتاعها ونستعمله في المعمل. هاخد الداتا بتاعتها واعمل لها موديل، بس انا عايز اعمل بروفايل جديد. هنا بقى الدنيا تفرق. بالظبط كده، انا عايز اعمل بروفايل جديد، فبس البروفايل الجديد ده انا خلاص انا عملت فاليديشن للفلو والتربلنس موديل اللي انا بستخدمه وطريقه الحل، كل الحاجات دي بتطلع لي البروفايل القديم زي الاكسبيرمنت او قريب للاكسبيرمنت. يبقى انا اقدر اقول ان لو استخدمتها للبروفايل الجديد هطلع نتائج محدوده. الحاجه الثانيه هي convergence. convergence انا دايما هبتدي ادور على كفلونت، انتوا دايما هتلاقوا لو بتشغلوا فلونت هتلاقي عمال يتابع convergence بتاعه الكوشنز المختلفه مع النمبر اوف اتريشنز. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيقيس الايرور. انت هتيجي تقيس الايرور اولا طريقه حساب الconvergence في منها طرق متعدده، يعني مفيش طريقه واحده لحساب ايرور. يعني هتلاقي افكار كتيره جدا، بس من ضمنهم حاجه زي اللي انا حطيتها فوق دي، ان انا هبتدي اشوف حل نيو ناقص الحل الاولد عند نقطه معينه وقارنهم ببعض. فانا هنا عملت النيو على الاولد، ده عملتها عشان النيو ناقص الاولد. هتحطها دايما معاك عشان لو جالك صفر ما بوظلكش الدنيا. دايما لما تيجي تقسم تحط سبون، وحتى لو يعني في اي اسم عندك هتحط السمول ده علشان الكمبيوتر ما يقومش ضارب ريك. فحطينا قيمه صغيره وعملنا النورمال بتاع دي ودي وجمعته على كل النقط. بس انا لما جمعته على كل النقط هيطلع رقم كبير قوي، ما ينفعش اجمعه بس.
فلازم لما اجمعه واقسمه على عدد ال في ناس كمان هتقسمه لك على لو انت عندك دلتا دي حسب مزاجك. جمعت الاولد والنيو وقسمت على ان في ام على عددهم، وبعد كده ممكن اقسم كمان على الدلتا دي. في طرق ثانيه لو انت بس تحت هنا هتلاقي الكتاب بتاعنا كان عامل كلها بتدور في نفس الحجم. مين فيهم الصح؟ مفيش حد صح، كلهم حلوين. ممكن انت تخترع واحده لنفسك ولا غلطه. فده انا هو مثلا لو انا بحل بفلو في حاجه اسمها كافيتي فلو، المربع ده حيطه وحيطه وحيطه، والحيطه اللي فوق بتتحرك بسرعه معينه، دي مساله مشهوره يعني. هنا كافيتي فلو انا جاي مثال عشان اشوف الحاجات بتاعت الفاليديشن بتاعتها. هنا انا حالي بجريد 10 في 10، بجريد 20 في 20، بجريد 40 في 40. طب ايه اللي حصل هنا؟ ثلاثة حلوا، مفيش فرق في شكل الحاجة. الستريم فانكشن عند الريال نمبر 600، الريال نمبر 600 ستريم فانكشن، ستريم فانكشن عند النمبر كلهم نفس الحاجة. فرق مين؟ فرق الجريد اللي انا حليته. طبعا بس واضح ان شكله مختلف تماما. طيب ايه اللي حصل؟ الكونفرجنس كلهم عملوا كونفرجنس لنفس القيمه. الريزيديوالز طريقه الحساب اللي انا كنت بعملها ورا دي، انا حليت الايكويشن الثاني، الايكويشنز دي محلوله مش فلوينت، ده محلوله بطريقه اسمها الفورتيسيتي ستريم فانكشن ايكويشن. بدل خدت الفورتيسيتي خدت الستريم فانكشن، بتحول الايكويشنز بطريقه ما استخدام الفورتيسيتي ستريم فانكشن بتحل بدل بدل ما تحل يو في بتحل اوميجا وصح. لان في علاقه مباشره بين اليو والفي والفورتيسيتي والستريم فانكشن، فتقدر تغير الايكويشنز. بدل ما تحل النافير ستوكس ايكويشنز هتحل البورتيسيتي والستريم فانكشن. مش مجالنا دلوقتي مش هنتكلم فيه. المهم انا حليت الاثنين ايكويشنز والاثنين كونفرجد لنفس الحل، يبقى انا كده ايه؟ انا بحل الايكويشنز صح؟ وبحلهم لغايه ما اوصلوا للريزوليوشن مظبوط، الريزيديوز مظبوط، بس ما واضح ان في فرق بين الاول والثالث. صح. ايه؟ اصغر تاني يبقى انا لازم اصغر تاني عشان اتاكد ان الحل بتاعي صح. يعني هعمل ستيب رابعه؟ يعني انا ما اقدرش اقول ان 10 في 10 و 20 في 20 و 40 في 40، او مثلا هاخد ال 40 في 40 وانا مطمن، او هاخد ال 20 في 20 وانا مطمن في الحاله دي. كم ستيب ستيب مثلا؟ لازم اعمل ستيب ستيب، لازم اعمل ال 100 في 100، لازم اعمل واحده ثانيه على الاقل. يعني لان الحل كده مش مفيش حد فينا هيثق في الحل ده. هنا انا عملت 60 في 60 و 80 في 80. لو خدت بالك هتلاقي 60 في 60 و 80 في 80 شكلهم شبه بعض، حتى الارقام الكونتورز شبه بعض. سيبك من الريزيديوز، الريزيديوز مالهاش علاقه بحاجه. اللي تحت ده بس وانا نازل لنفس وشبه ال 40 في 40، هم شبه ال 10 في 10 بس مش شبه ال 20 في 20. طب دي ايه؟ ممكن تبقى صدفه 10 في 10 ده بالشكل ده، انما هنا واضح ان دي ودي قريبين من بعض. في اختلاف، لا اللي بعدها دي حاجه ثانيه اللي هي الاخلاميه دي الفورتيسيتي مش الستريم فانكشن. انا عارض حاجه ثانيه في حاجة تانية مهمة هتاخد بالك منها. أنا
هنا حالة لغاية مثلا من حالة لغاية بوينت 10.4 ده اللي انا خاطه التارجت بتاع الكونفرجنس في الاثنين ايكويشنز في واحدة وصلت قبل التانية في حاجة مهمة في فلوينت مثلا انت ساعات كتيرة فلوينت بالذات بتقول له اوصل للريزيديوالز لحد معين ما بيوصلش ما تلاقيهوش نزل بالريزيديوالز بقول له يعني الديفولت بتاعه انه يعمل واحد على الف في كل الايكويشنز بتاعته في حاجات واحد على مليون بس في بعض الاحيان وانت بتحل هتلاقيه ما بيوصلش للريزيديوالز بالظبط كده فرق الايرور بين الايتريشن والايتريشن اللي قبل طيب في عندي حاجه من اثنين ولازم انا احكم عليها مش حد هيقول لي يعني بعض الاحيان الريزيديوالز هتلاقيها ثبت بشكل معين اقدر اتابع حاجه في الفلو لان الدنيا ثبت بشكل معين مش لازم ينزل الريزيديوال بس انا عرفت ان السولوشن خلاص هو كده بقى ثابت وفي بعض الاحيان ممكن يحقق التارجت بتاعه وما يطلعش الفلوس انا فاكر كويس مره كنت بعمل انا حاجه فلو عندي اكسبيرمنت فيها دوامه زي الدوامه دي كده دي غالبا دي دوامه سوليوشن بيحلو يكونفرج وما تطلعش الدوائر ما عندي اكسبيرمنت عندي صورة الاكسبيرمنت فيها دوائر خلاص هاي في دوائر ايه اللي حصل؟ هو بيكونفرج عند 10 ناقص 3 وما هياش كافية ان طلع الدوائر لما تزودنا الريزيديو ادينا له تارجت 10 ناقص 4 بان فانا لازم برضو ابقى عارف اعمل ايه هنا واضحه الحكايه واضح الفرق هذه الدنيا ما فيهاش مشكله حاجه هنا برضو لبعض الحاجات التانيه الفاينل هيجي ايه طبيعته الفاينل هيجي فيه سؤالين على الجزء الاولاني التاني مسالتين لأ زيهم في المسائل الامتحانات القديمة تحت المادة القديمة الجزء الثاني من المادة هي غالبا 3 و 4 و 5 و 6 و 7 4 و 5 و 6 الامتحان غالبا بيجي 6 أسئلة كام 3 أسئلة على جزء اللي هو نيوميريكال هتلاقوه مش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه والسؤالين اللي هم 4 و 5 و 6 هتلاقوهم شبه اللي انا قلته في البداية ده حيجي دوله الجزء بتاع الدكتور فوزي ما اعرفش هنمتحنه فيه ازاي وحيجي جزء على المحاضره حاجه نظر ماشي طيب هنا مثلا هو بيتكلم على ايه على اكسبيرمنت وعامل
هنا اظن ان لسه يعني محتاج واحده كمان عشان ابتدي احكم. هل اللي هو لسه ده صح ولا قوي بعد الاكسبيرمنت؟ هنا دي ما فيهاش مشكله. هنا الراجل ده عامل اكسبيرمنت وعامل موديلنج اف ان اس. اف ان اس ده برنامج بتاع حريم بيستعمل في الدفتر والتحليل. هنا زي ما انت شايف كده الاكسبيرمنت ليها اصلا ايرور رينج. اي اكسبيرمنت انت عندك انسرتينيتي في الاكسبيرمنت اللي هو ايه؟ انا عندي حساسيه الثرمومتر هنا دي نورمالايز من تي على تي ماكس. تسأل عن معمولة نورمالايز ممكن قوي تبقى الاكسبيرمنت معمولة على تايم فريم معين وتحكم على الحاجات. هنا برضه نفس الحكاية. هنا بيعمل فلو بتاع حاجة معينة عامل أكتر من مش طلع فوق كده. كل ما تمشي تقرب للاسود كل ما النمبر النودز بيزيد. فهنا واضح ان دي متغيرين قوي من النوع بتاع الاسود والاحمر دول متغيرين جدا. هنا اللي انا بعمله ده اسمه جريد اندبندنس. انا بعمل تشيك اشوف ان الجريد ما بتوصلش للحل. ما بتوصلش للحل بشكل عام. المفروض ان الحل بتاعي بجريد. هنا برضه نفس الحكايه. عامل زي الكونكشن فاين جريد اللي يعمل كونكشن جريد. وعمل دراسه زياده حسب التايب الايرور بينهم في الاناليتيكال كونكشن خلال الاناليتيكال كونكشن. جرب تو مودلز مختلفين. هنا ما عملش. هنا بيجرب المودلز وبيجرب الجريد. هنا الجريد واحد وخلاص. خلص الجريد اندبندنس يعني دي زي التجربه بتاعت المكبر المجرد المصغر بس عملها على التربلنس مودل. هو هنا غالبا عمل الجريد اندبندنس على مودل منه خلص الحكايه وارتضاها وخد نفس الجريد جرب بيها اثنين مودلز مختلفين. واحد اللي عمل عليك بيننس واحد دي. تعالى استنى الداتا ستاندرد ايه؟ شنو الايرور؟ طب
طب ليه ده بيحصل؟ طب اللي هو محتاج بدل طرف الحل نفس الكائن هنا لازم انت وانت بتقول ان هي مقبوله عارف ان هو في اختلاف ومنطق القادر تفسر الاختلاف كده. فده الحاجه المهمه جدا لما بتيجي تشتغل انت عارف تتاكد من الايكويشنز بتاعتك انها بتشتغل صح وانت منقيهم صح وبتحلهم صح. حلو؟ وبعد كده ان الايكويشنز دي وانت بتحلها بريزوليوشن مناسبة للكيس اللي انت بتحلها. فده اخر حاجة عندنا في المحاضرة دي. طبعا انا هبعتكم دكتور هو السؤال النظري في المحاضرة دي حضرتك هتجيب لي مثلا رسمة وتقول لي اني واحدة افضل في اصبر على رزقك والله اللي هرد عليك الامتحان. في الغالب انا ما بطلبش منك تحل
الماتريكس. قلت لي مش بس في الغالب ما بطلبش الا لو جبت لك ماتريكس حاجه صغيره تتحل، بس في 99% من الحالات ما بطلبش منك تحل الماتريكس. فاقرا السؤال كويس، لان انا بطالب منك حاجات محدده، ما تقعدش تسرح بقى بكاتب في الامتحان ما تحلش الماتريكس ولا انت تحلها. مش عارفين احنا اللي هي دول. طب ما معلاش درجات، ما انت خلاص قعدت ضيعت وقتك عشان انت نص ساعه تقلب لي ماتريكس 6 في 6 وانا مال انا وقالي غلط يعني ذنبي ايه يا بس.